بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، ان شاء الله رب العالمين نحل الكلمات الوحده 14 من كتاب ايوان تريجر. اول سؤال: few mobiles don't have batteries. batteries دي اللي هي البطاريات. تعال نترجم الكلمات الاول. كلمه remove دي معناها يزيل، remover ده مزيل، removal ازاله. طيب removable يعني قابل للازاله. انت بتقول لي معظم او قليل من الموبايلات ليس فيها بطاريات قابلة للإزالة، يبقى removable batteries بطاريات بتتشال. she used a paint A، استخدمت مزيل دهان، مزيل يبقى remover. ثلاثة: citizens oppose any programs requiring the of government subsidies. المواطنين بيعترضوا على أي برامج التي تتطلب إزالة الإعلانات الحكومية. إزالة دي يبقى removal of، the removal of. دايما لما يكون في the of يبقى أنت عايز اسم، يبقى the removal. blood pressure should be a before treatment. تعال نشوف كده معاني الكلمات الاول. كلمه measurable دي معناها قابل للقياس او ملحوظ. measures دي معناها اجراءات ومعناها يقيس. measured معناها قاسة او تم قياسه لو هي مجهول. طيب measurable معناها بشكل قابل للقياس او بشكل ملحوظ. طيب بقولك ان blood pressure ضغط الدم يجب ان قبل العلاج يجب ان يقاس، يبقى should be must participle، should be measured، يجب ان يتم قياسه. we must take preventive a to reduce crime in the area. لازم نتخذ preventive اجراءات وقائيه، اجراءات او معايير او مقاييس اسمها measures. preventive measures معناها اجراءات وقائيه. طب working conditions have changed in the last 10 years. ظروف الحياة أو ظروف العمل تغيرت بشكل ملحوظ، يبقى measurably. خد بالك احنا ممكن نقول have changed measurably أو ممكن أقولك there is measurable change، يعني هناك تغير ملحوظ. يبقى measurable ملحوظ، لكن measurably الظرف اللي معناه بشكل ملحوظ. I am proud of my students not achievement. أنا فخور بالتحصيل الأكاديمي الملحوظ للطلاب. الملحوظ يبقى أنت عايز صفة، يبقى measurable. measurable achievement اللي هو التغير الملحوظ أو التحصيل الملحوظ. The carpet is available in different lengths and السجادة دي متوفرة بأطوال مختلفة واتساعات مختلفة. And width ما هو wide واسع، لكن width اتساع. لونج طويل، طب لينجث طول، فلينجث طول واتساع، يبقى لينجث اند ويدث. طبعا انت عارف كلمه وايد يعني واسع، وايد يوسع، وايد لي بشكل واسع او على نطاق واسع. طبعا ويدث اتساع. ذا دنتست اسكد هير تو اوبن هير ماوث ريلي. بص بقى، الدكتور طلب منها انها تفتح فمها ريلي وايد. عايزك تفهم المصطلح ده. اوبن وايد معناها يفتح شيئا على مصراعيه، يفتح شيئا تماما. فلما اقول لك open your mouth wide يعني افتح بقك على الاخر. open the door wide يعني معناها افتح الباب على مصراعي. اقول لك مثلا she left the door wide open. she left the door wide open يعني تركت الباب مفتوحا على مصراعي. the local council may have to the route to cope with the increase in traffic. المجلس المحلي may have to ينبغي، ربما ينبغي عليه انه يعمل ايه في الطريق عشان يساير زياده السيارات، يوسع. يوسع يبقى widen. خد بالك انا ممكن اقول لك the local council may have to widen او may have to make the road wide. 12 is known، طبعا في it في الاول. it is known المفروض يعني it is a known as as a masterpiece. masterpiece معناها قطعه مخلده، قطعه مهمه في الادبيات او كده. it is widely known. طب ليه widely؟ انا في منطق احنا متفقين عليه. المنطق ده بيقول لك ان لما يكون معاك تصريف ثالث يبقى ده صفه، والصفه دايما بستخدم قبلها ظرف، والظرف هو widely، فصفه وظرف ورا بعض دايما. طيب بعد كده the children formed a knot round the teacher to welcome him. تعال نترجم الكلمات الاول. كلمه رينج يعني رينجز الاولانيه دي معناها حلقات ومعناها يرن على شخص. طيب كلمه رينج معناها رن، اتصل بشخص. طب كلمه رينج دي المضارع، معناها حلقه ومعناها يرن على شخص ومعناها يلتف حول. طيب رينجد ده الماضي. طيب ما ننساش ان كلمه رينج برضه معناها حلبه المصارعه. بيقول لك ان الاطفال كونوا ايه حوالين المعلم؟ الاطفال كونوا حلقه، حلقه يبقى رينج. طب ليه ما ناخدش رينج اسمه؟ عشان قال لك ايه ولازم بعد ايه مفرد. 13 بيقول لك the police couldn't do anything as the demonstrators in the building. البوليس ما عرفش يعمل حاجه لان المحتجين عملوا ايه في المبنى. تعال نشوف الاختيارات. اول واحده زي ما قلنا رينجز دي معناها حلقات ومعناها يرن ومعناها يدور حوله او يعمل حلقه حوله. رانج الماضي البسيط من كلمة يتصل بي. طيب رينج زي ما اتفقنا ده المضارع والاسم المفرد، يعني مضارع يبقى معناها يتصل بي او معناها يقوم بعمل حلقة.
طيب لو الماضي من كلمة يتصل، الماضي من رينج اللي معناها يتصل رانج، الماضي من كلمة رينج اللي معناها يعمل حلقة رانجد، فهنا احنا نختار رانجد. طيب لو انا بقول لك انا اتصلت بيك امبارح اقول لك اي رانج يو. طب انا عملت حلقة لفيت حوالين المحل يبقى اي رانجد. اون سينج ذا اكسيدنت اي ذا امبولانس اند ذي كيم ايميديتلي، بعد ما شفت الحادثة انا اتصلت. يتصل رينج الماضي منها رانج، خد بالك برضه يعمل حلقة رينج الماضي منها رينجد. Someone broke into our flat but luckily nothing. ايه بقولك ان في حد دخل الشقة ولكن لحسن الحظ لا شيئا قيما سرق. قيما يبقى valuable. value الاولانية معناها قيمة ومعناها يقيم شيئا، يعطي شيئا قيمته، وبرضو معناها القيمة البنكية. طيب values دي القيم، valuables دي معناها الاشياء القيمة، الاشياء ذوات القيم. يعني مثلا اقولك some of his valuables were stolen، يعني بعض الاشياء القيمة الخاصة به سرقت. طيب الجملة التانية 16 يقول لك he is facing a lot of problems، هو يواجه كثيرا من المشكلات. The not of shares has continued to fall، يقول لك هو بيواجه مشكلة كبيرة. الايه بتاعت الاسهم بدأت تقل، اكيد القيمة، القيمة يبقى the value، وممكن نقول values لو انت عايز تقول قيم، بس هو عشان قال لك has يبقى هو بيتكلم على اسم مفرد فنقول the value. My grandfather never leaves cash or other not lying around، جدي ما بيسيبش الفلوس الكاش ولا الفاليبلز الاخرى ولا الاشياء القيمه الاخرى مرميه على الارض. We need to be guided by our normal، لابد ان تقودنا our moral values يعني قيمنا الاخلاقيه. ما انت عارف ان كلمه values يعني قيم ومورال يعني اخلاقي، فاليبل فاليو او moral values معناها القيم الاخلاقيه. Mass media have a great influence is public opinion، دي مش is المفروض دي on. طب معنى الجملة على بعضها ان وسائل الاعلام تلعب دورا كبيرا في تشكيل الرأي العام. تشكيل يعني شيب يعني يشكل، بس انت لما تجيب لحرف الجر اون فلازم بعدها اي ان جي. فين اون؟ ما احنا قلنا هنشيل از ونحط اون لانها مكتوبة غلط. طب ما تيجي نترجم الكلمات ديت. كلمة شيب يعني يشكل، وشيب معناها شكل. طيب لما نقول مثلا in the shape of يعني في شكل، زي ما جاي في مصطلح دلوقتي it's a boring and not story، انها قصة مملة وشيبلس، ملهاش اي لازمة، ملهاش شكل، عديم الشكل، يبقى ما تتوصفش يعني. يبقى لما تقولي boring and shapeless يعني مملة وليس لها اي قيمة. there is a pool in the eye of heart، ولك فيه حمام سباحة على شكل قلب في هذا الفندق، على شكل يبقى in the shape of. طب عايز اقولك على شكل هرم يبقى in the shape of، in the shape of a pyramid. 22 he complained about the eye of his life، تعال نترجم الكلمات الاول عشان دي كلمات جديدة. اول كلمة كلمة harden يعني يصلب او يقوي. hardens هي نفس الفعل بس مضاف له اس. hardness دي الصعوبة. hardening يعني تصعيب، جعل امرا ما صعبا او جعل امرا ما صلبا. تعال بقى نشوف هو اشتكى من ايه حياته، هو اشتكى من صعوبة حياته، يبقى hardness of his life. طيب رقم 23 taking part in wars، الاشتراك في الحروب او المشاركة في الحروب، الدخول في حروب متعددة. usually a the soldiers hearts، دائما ما يقوي قلوب الجنود، يقوي او يصلب يبقى hardens. he is not a carpenter، هو مش نجار. but he tried to a the rusty nails، rusty دي معناها متصدق يعني مصدي يعني nails والمسامير. with a hammer، الهامر اللي هو الشاكوش. هو ليس نجارا لكنه مستطاع ان يعمل ايه في المسامير باستخدام الشاكوش. تعال نترجم الكلمات. extracts دي مع extract يعني يشتق او يستخرج او يقتلع، ومعناها مقتطفات. extraction ده الاسم منها اللي هو الاقتطاع او الاقتطاف. extract يعني يقتطف زي ما قلنا، واextractive معناه انشقاقي. طيب انت بتقول لي هو اراد انه يعمل ايه في المسامير، ان هو يشتق او يقتلع، يبقى extract، ولازم بعد تقول مصدر زي ما انت فاهم. My new article will include many a taken from Shakespeare's plays، المقال الجديد اللي انا هكتبه هيحوي كثيرا من الايه اللي مأخوذة من كلام شكسبير، اكيد من المشتقات المقتطفات extracts. 26 The not of salt from the sea is a scientifically easy process، بيقولك عملية ايه للملح من البحر عملية علميا سهلة جدا، عملية استخراج، يبقى extraction. انت عايز الاسم يبقى the extraction of. على فكرة كان ممكن نقول extracting salt from the sea، يبقى the extraction of او extracting. 27 in not to washing the dishes she tidied her room، هي رتبت غرفتها بالاضافة الى، بالاضافة الى in addition to، in addition to بالاضافة الى. امال ايه add؟ add الاولانية دي معناها يضيف وبعدها حرف الجر to.
additional معناها اضافي، طب additive معناها تراكمي. طيب the book provided a information، الكتاب بيوفر لنا معلومات اضافية، يبقى additional information. studying the rings shows us، احنا اتفقنا قبل كده لو انت فاكر كلمة ring دي معناها يرن على واحد، والماضي منها rank، ring معناها يلتف حوله والماضي منها ranged. ف studying the rings shows us the weather was like hundreds of years ago. قبل ما احل الجملة دي عايزك تكتب ورايا كده، لو عايز الواحد اقول له كيف حال الطقس، فاول واحدة في الطرق السؤال عن الطقس الاولانيين اقول لك how is the weather، ده رقم واحد. او في طريقتين باستخدام what، ان احنا نقول what does the weather look like او what is the weather like. يبقى is و like ناخد what، طب does و look like معها what برضو، لكن how is the weather بس. اقول تاني how is the weather، what does the weather look like او what is the weather like. طيب انا في الجمله اللي قدامي دي هو مديني ووز بس لوحدها من غير اي حاجه تانية، مديني ووز ووز لايك مع بعضها كده، ووز لايك يبقى نستخدم وات، عشان السؤال اصلا في الواقع كان وات از ذا ويذر لايك او وات داز ذا ويذر لوك لايك. اللي بعدها studying the rings of tree of trees shows us the weather was بس لوحدها من غير لايك، فانت هتستخدم هاو عشان السؤال اسمه هاو از ذا ويذر لايك. A violin is a musical، ايه ترى الفايلن دي اللي هي آلام الأدوات الموسيقية، الأدوات الموسيقية بنسميهم instruments، يبقى instrument معناها أداة موسيقية، equipment دي معناها معدة اللي بتكون في المستشفيات، ومنها الفعل equipped يعني مجهز بيه، machine اللي هي الآلة وtechnique اللي هي التقنية. She has a lot of sports in her house، هي عندها عدد من الأدوات المعدات الرياضية، الرياضة مع الرياضة بنقول sports equipment. عايزك تفهم إن أنت بتقول musical instrument وبنقول sports equipment. دكتور علي is my friend، دكتور علي ده صديقي. I have not him for 4 years، انا اعرفه منذ سنوات. كلمة 4 دي كلمة دالة على زمن مضارع التام، فعشان كده انت هتقول I have known و have وتصريف التالت دايما، فاحنا هناخد have known لانك عايز تقولي انا اعرفه منذ سنوات عديدة. طب ليه ما ناخدش realize، realize يعني يدرك، و recognize يتعرف على، و remind يتذكر يذكر. It was dark so I couldn't the person who was walking the street، الدنيا كانت ظلام لذلك لم استطيع ان اتعرف على الشخص الذي كان يمشي في الظلام. الجمله دي هنا هنختار فيها ريكوجنايز بس من غير الاي دي، فالاي دي الاخيره دي غلط، هنحذف منها الاي دي في الاخر كده عشان دي خطا. طب ليه؟ عشان كود والمصدر المفروض. طب معنى الجمله بيقول لك كان الجو مظلما لذلك لم استطيع ان اتعرف على الشخص الذي كان يمشي امامي. How do you know that it's real gold، كيف يمكنك ان تعرف انه ذهبا حقيقيا، يبقى how do you know. طيب يبقى احنا كده هنختار هنا نو. بعد كده after talking after taking the injection، بعد ما اخد الحقن، the dentist started my teeth، بعد ما انا اخذت الحقن الدكتور بدا يثقب في اذني. drilling my teeth دي معناها بالعربي كده ينظف الاسنان. طيب I saw him in the garden before being killed with a bullet، انا رايته يحفر في الحديقه ماسك الفاس وبيحفر، يبقى digging. خد بالك كلمه dig يعني يحفر، لكن drill يعني يثقب يعمل ثقب. His flight was cancelled due to the bad إيه؟ رحلته تم إلغائها بسبب الإيه السيء. طيب الرحلة بتلغى بسبب الطقس السيء، والطقس اسمه weather. طيب ليه ما نقولش climate؟ climate اللي هو الطقس طوال السنة طوال الأسبوع، فمعروف إن كده كده ما فيش رحلات. Because of his illness he was advised to live in a country with a warmer إيه؟ بسبب إن هو عنده مرض نصح بإنه يعيش في دولة يكون فيها المناخ جيد climate. طب ليه مش weather؟ climate المناخ يعني الجو معروف دائما ان هو هنا دافئ، لكن وزر النهاردة الدنيا دافية بكرة الدنيا حر وبعده تلج، فالوزر ده متغير، لكن climate حالة الجو فترة ثابتة. طيب I like visiting old places and building because they are and buildings المفروض because they are full of a، انا بحب ازور الاماكن القديمة والمباني القديمة لانهم مليئين بالاتموسفير. اتموسفير دي معناها لوحدها كده الغلاف الجوي، لكن في الايديوم ده معناها interesting. لما اقولك full of atmosphere معناها it's very interesting. مثال كمان لما اقولك the match was lacking in atmosphere، ده معناها المباراة كان ينقصها الاثارة، لم يكن فيها اثارة. 41 بلاستيك از ميد اويل، عايزك قبل ما تحل كده الجمله دي تعرف الفرق بين كلمتين، ميد اوف معناها شيء مصنوع من شيء تاني وما تغيرش شكله، ميد فروم معناها شيء صنع من شيء اخر لكن تغير شكله. على سبيل المثال الترابيزه مصنوعه من الخشب، لما نخبط عليها كده هي لسه خشب، فعشان كده اقول لك ذا تيبل از ميد اوف وود. طيب
احنا في الجمله بتاعتنا بقى بلاستيك از ميد ايه اويل، البلاستيك مصنوع من الزيت. لما تمسك بلاستيكيه في ايدك كده ليها علاقه بالزيت؟ لا ملهاش، تغير شكلها يبقى ميد فروم. يبقى ميد فروم مصنوع من شيء وتغير شكله، ميد اوف مصنوع من شيء ما تغيرش. شي وور ا بيوتيفول نيكلس ميد سيلفر، هي لابسه عقد مصنوع من السيلفر. لما تمسك العقد في ايدك هو سيلفر لسه زي ما هو، يبقى اوف. طيب رقم 43، ذا فيفر سلولي، فيفر دي اللي هي الحمى، سلولي نوت هير سترينجز، الحمى عملت ايه في قوتها؟ احنا خدنا قبل كده كلمه ساب اللي هو العصاره، ولما نقول سابلس ليف معناها ورقه شجر ميته او ورقه شجر مكرمشها من الاخر يعني. طب كلمه ساب دي كفعل معناها يضعف او ينقص من. الجمله دي بقى معناها ان الحمى اضعفت من انهكت من قوتها. ولما اقول لك دونت دو ثينجز ذات ساب يور كونفيدنس، يعني لا تفعل الاشياء التي تنقص من ثقتك. When I met my friend with his dog in the street, I asked him to keep it me. عندما قابلت صديقي في الشارع طلبت منه ان هو يبقي كلبه بعيدا عني. يبقي بعيدا عني يبقى keep away from. طيب ده رقم واحد. طيب 45، When I met my friend with his dog in the street, I asked him to keep it. طلبت منه ان يبعده، يبعد يبقى keep away. طب امتى ناخد keep away from؟ لو هنجيب بعدها مفعول. طب keep away من غير مفعول. طيب واحد ماسك نار في ايده فاقول لك keep it away او keep it away from me. While sitting with my friend I asked him to keep the dog the house، انا طلبت منه ان يبقي الكلب خارج المنزل، يبقى keep it out of. keep away from يبقي بعيدا عن، keep out of يعني يبقي خارج. Hospitals are increasingly depending on charity for vital. يا ترى بقول لك المستشفيات بتعتمد بشكل كبير على المنظمات الخيريه for vital equipment. equipment اللي هي المعدات الرياضيه، equipment معناها المعدات اللي موجوده في المستشفيات، instrument معناها المعدات الادوات الموسيقيه وادوات الرسم وادوات الكتابه instruments. طب tool، tool دي اللي هي الشاكوش والمسمار والناس دي. all pupils should learn to use drawing. يا ترى لسه بنحكي في الموضوع ده، drawing instruments معناها الادوات الرسم، الادوات الكتابيه. calculated حسبه، calculators الالات الحاسبه. calculate يحسب ده المضارع، calculations اللي هي الحسابات. الجمله معاها معناها على بعضها، لو you if your calculations لو ان حساباتك صحيحه فانه ستحصل على ربح. protesters throw stones at the police، at police بقول لك ان المحتجين بداوا يرموا البوليس بالطوب. who not with rubber bullets، rubber bullets دي معناها الرصاص المطاطي. البوليس الذي استجاب اللي كان رد فعله ان هو ضرب عليهم طلقات مطاطيه، يبقى ريسبوندد، ريسبوندد معناها استجاب، كان رد فعله. بالمناسبه كلمه ريسبوندد دي زي رياكتد بالظبط. وي نيد وود فروم تريز بيلدينج هاوسز، لو انت اخدت بالك من كلمه بيلدينج الفعل مضاف له اي ان جي، فبكل المقاييس ما ناخدش تو. احنا بنستخدم او احنا محتاجين الخشب اللي يجي من الاشجار لاجل بناء، لاجل بناء يبقى فور، وكان ممكن نقول تو بيلد. Wood is used as not for cooking and heating. الخشب بيستعمل كايه في الطبخ والتسخين؟ كوقود اللي هو اسمه فول. Many things in everyday not are made from trees. الاشياء الكثيره في ايه اليومي تعد او تصنع من الاشجار. Used استخدم، using معناها استخدام، use استخدام ويستخدم. لا عايزك تنتبه في رقم سي، لو احنا نطقناها use يبقى يستخدم، لو نطقناها use يبقى استخدام. يوسف المفيد، عايز تعرف بقى ان اسمها everyday use الاستخدام اليومي، everyday use الاستخدام اليومي. كلمه using دي اسم ما تجيش قبل الظرف. طيب put on a sweater، البس السويتر بتاعك. you are shaking like a nut. الجمله دي فيها ايديام، الايديام ده اسمه shaking like a leaf، بس انا شايف ان استخدام الايديام ده في الجمله دي غير دقيق. طب ليه غير دقيق؟ لان الايديام ده shaking like leaf ده معناها ان انت nervous او frightened، فهو في الجمله بيقول لك البس الجاكيت بتاعك انت بترتعد من، ملوش علاقه، ما ينفعش اقول لك الدنيا برد فانت بترتعب لانك nervous او frightened. الايديوم shaking like leaf لكن هو غير دقيق في الجمله دي. water freezes if the temperature is zero or، درجه الحراره او المياه بتجمد لو ان درجه الحراره صفر او اقل، يبقى zero or below. zero or below يعني اقل من الصفر. we can't not too many to do many things if it weren't for trees، لولا الاشجار لما تمكنا من القيام بالعديد من الاشياء. يتمكن من اللي اسمها manage to، طب ما هو برضه enable يمكن، enable someone to، enable مفعول to. طب باص يعني ينجح من غير تو، سكسيد يعني ينجح وبعدها ان. The freezing temperatures had not the water in the lake into ice، درجة الحرارة المتجمدة حولت المياه اللي في البحيرة إلى، يحول إلى اسمها turn into، يبقى turn دي رقم دي.
بعد كده would produces chemicals that can be used to make medicines. لما نعمل ايه في الخشب بيطلع لنا مواد كيميائية بنستخدمها في صناعة الأدوية. cooling يعني تبريد, heating يعني تسخين, او طبعا تسخين. طب ليه مش burning؟ burning دي معناها حرق الخشب. طب انت حرقت الخشب هتستخدمه ازاي مواد حرق؟ يعني كده شكرا روح كده. طيب رقم 59, trees can give us valuable, يبقى الاشجار يمكنها ان تعطينا مواد كيميائية قيمة, يبقى chemicals. طيب خد بالك كيميكالي كيميائيا, كيمستري الكيمياء مادة الكيمياء, كيمستس اللي هم الكيميائيين الناس اللي بيشتغلوا في الكيمياء. not it or not they got married after knowing each other only a week, يعرفوا بعضهم اسبوع واحد فقط وبعدين تزوجوا. صدق او لا تصدق اسمه believe it or not, ده idiom كده معناه صدق او لا تصدق. believe it or not the book provides valuable information on exploration, الكتاب بيقدم مجموعه من المعلومات المفيده عن استكشاف اكيد الفضاء اللي هو اسمه سبيس. spacious رقم بي دي معناها واسع زي كلمه وايد. natural a will stretch easily when bullet, هو ايه اللي لما نشده كده بيتمط؟ اكيد الربر اللي هو المطاط, هو اصلا مطاط يعني بيتمط. iron ده الحديد, ولو كفعل بمعنى يكوي. ستيل ده الصلب, وكوبر ده اللي هو النحاس. وعلى فكره كلمه كوبر دي معناها ضابط الشرطه الشرطي, ممكن نختصرها كوب سي او بي. This documentary is about the lives of ordinary people, الكتاب ده عن الحياه اليوميه للناس. الحياه اليوميه يبقى افري داي, ما تلخبطش بين افري داي اللي هي رقم بي, وافري داي اللي هي رقم اي. افري داي دي الاولانيه بمعنى كل يوم. لو انت فاكر لو احنا كنا بنقول مثلا اي ايت, انا باكل ميت, باكل لحم, افري وبعدين داي منفصله عن بعض, باكل لحمه كل يوم. طيب رقم 64, اف اي كانت تراست يو, لو انا مش هثق فيك انت, هو كان اي تراست, اثق في مين اخر؟ انت واخد بالك ان دي جمله سؤال, وفي جمله السؤال دايما بنستخدم كلمه ايلس. افهم ان كلمه ايلس معناها اخر في السؤال والنفي. The world is trying to find a solution to the problem of warming, العالم يحاول ان يجد حلا ل قضية لمشكلة الاحتباس الحراري اسمه global warming. global warming مش نينج بالام مش بالان. human beings need food clothing and, المخلوقات البشرية بتحتاج الطعام والملبس والشلتر اللي هو المأوى. wood خشب, وبرانش يعني فرع, وروت يعني جذر. كلمة برانش دي مش لازم يكون فرع شجرة, ممكن مثلا اقول لك فرع من فروع العلم, فرع من فروع التكنولوجيا وهكذا. a lorry is being loaded up with cut tree ترانكس, بيقول لك ان سياره لوري كبيره بيتم تحميلها ب فريشلي كات تري ترانكس. عايز تاخد بالك من كذا حته كده في الجمله دي. اولا انت ما قلتش تريز ترانكس, ليه؟ لانك انت بتقول جذع شجر, جذع شجر, فشجر هنا هي صفه مش اسم. الحاجه الثانيه انت لما تحب بتجمع الاسم مش الصفه. طيب الاهم من ده كله كلمه لود يعني يحمل, ولما اقول لك اي ام اوفر لودد يعني انا شايل حمل ثقيل. طيب ليه فريشلي تحديدا من الاختيارات دي؟ لان انت شايف ان كلمه كات دي معناها مقطوع يعني صفه, والصفه عايز قبلها ظرف. A lot of medicines come from tropical, tropical دي اللي هي استوائي, بتاتي من الغابات الاستوائيه, بيسموها الغابات الاستوائيه المطيره, عشان كده هنقول tropical rain forests. love of money is said to be the A of all evil, بقولك حب المال يقال بأنه جذر أساس كل الشرور. the evil of all, the root of all evil يعني هو أساس, هو جذر كل الشرور. كلمة root دي خدناها قبل كده بأكتر من معنى وأكتر من تصور. لو أنت فاكر كلمة unhappy كنا بنقول un دي prefix, وhappy ديت الروت أو الستم. يعني إيه root أو stem؟ الكلمة الأساسية. مثلا كلمة زي كلمة unbelievable, ان دي بريفكس, بليف دي روت او ستيم. طب ابل اللي في الاخر دي بنسميها سفكس. طيب الحاجه الثانيه كلمه روت دي معناها جذر الشجره, جذوع الشجر معناها جذور الشجره بالراء اللي هو الجزء اللي بينمو تحت الارض. غير كده كمان عايز تعرف في موضوع روت, ان بقول لك مثلا زي بوت روتس ان كايرو, يعني هم وضعوا جذورا لعائلتين في القاهره. 70 the most important A of computer science is known as artificial intelligence, حليناها كتير قوي الجمله دي قبل كده. the most important branch يعني اهم فروع الكمبيوتر, اهم فروع علم الكمبيوتر هو الذكاء الاصطناعي. the building is designed to let in as much not light
اسبوسب، واللايت ده الضوء ربنا خلقه عشان كده بنقول ناتشرال. طيب ايه الفرق بين ناتشرال بقى وبين الناس التانية ديت؟ كلمه اب نورمال دي يعني غير طبيعي، يعني خارق للعاده. اورديناري دي معناها نوت سبيشال، حاجه مش مميزه، عاديه. فلما تكون في المطعم يقول لك نجيب لك سلطه عاديه ولا سلطه عليها حاجات تانية، السلطه العاديه دي نقول عليها اورديناري سالاد. طب عربيه عاديه زي العربيات اللي ماشيه في الشارع فنقول اورديناري كار. طيب منزل عادي تصميمته عاديه ما هوش مميز ولا حاجه فنقول اورديناري هاوس. يبقى كلمه اورديناري دي معناها عادي، زي مثلا اورديناري كاميرا، كاميرا عاديه مش كاميرا رقميه. طيب كلمه نورمال الاخيره، نورمال دي بمعنى يعني طبيعي تقليدي بيحصل كل يوم، زي مثلا بنقول ايه نورمال اكتيفيتيز، الانشطه التقليديه، الانشطه العاديه. فكلمه نورمال دي ممكن نستخدمها بمعنى تراديشنال. نورمال ويزر، الطقس الطبيعي العادي الموجود في البلد دي كل يوم بتلاقي نفس الطقس. طيب رقم 72، ناو موست كومبانيز تراي تو سيل زير اي اونلاين. اليومين دول كثير من الشركات بتحاول انها تبيع اي اونلاين البرودكتس، المنتجات بتاعتها. خد بالك كلمه ييلد دي معناها غله، الغلال يعني كروب محصول، بروديوس يعني ينتج، ومعناها منتج زراعي لو استخدمناها كاسم. وين هي فينتد وي يوجد ا سترونج اي جاز، لما اغمى عليه استخدمنا بص غاز نفاذ الرائحه. الايديوم ده سترونج سميلينج وبعدين اسم، سترونج سميلينج يعني نفاذ الرائحه. فلما اقول لك سترونج سميلينج بيرفيوم يعني برفان نفاذ الرائحه، سترونج سميلينج فود يعني طعام نفاذ الرائحه، يعني طعام رائحته قويه. As an environmentalist يعني كرجل مهتم بشؤون البيئه، he prefers jobs connected the environment، هو بيفضل الوظائف اللي لها علاقه بيه، لها علاقه بيه يبقى connected with. خد بالك ان في connected with لها علاقه بيه، في connected to اللي معناها متصل بيه يعني مربوط بيه. The computer is connected to the internet. لكن مثلا نقول لك ان مستر عمر is connected with the environment يعني مهتم بالبيئه. If there were no trees، لو ما فيش أشجار، there would be less، كان هيكون عندنا إيه أقل؟ تعال نترجم الكلمات. أول واحدة air اللي هو الهواء طبعًا، وبعدين shadow ده الظل بتاع الشخص اللي أنت واقف كده، الشمس ضربت على جسمك فعملت على الأرض ظل، الظل بتاعك أنت ده اسمه shadow. طب shade اللي هو الظل بتاع الأشجار والظل الأشياء اللي هي بنستخبى تحتها من الشمس. كربون دايكسيد ثاني أكسيد الكربون طبعًا، يبقى إحنا كده هيكون عندنا less shade. طيب the oldest tree is between 2 and 3 not year or years old، اكبر شجره عمرها من هو طبعا جاي في 3000 من 2000 ل 3000 سنه. طبعا هنقول 1000، طب ليه مش 1000 برغم ان في 2 او 3 يعني كده اسم جمع؟ المفروض حضرتك ان انت بتاخد 1000 مليون 100 بليون دايما مفرد الا اذا كان بعدها اوف، يعني 1000 years old او 1000s of. The bark protects the part of the tree، البارك اللي هو اللحاء القشرة اللي على الشجرة بتحمي الجزء الحي. كلمة حي يعني living، وهنا ممكن نستخدم living وكلمة lively L-I-V-E. طيب ليه ما ناخدش alive؟ alive دي صفة ولكن ما بيجيش بعدها اسم، يعني مثلا اقول لك the bark protects the parts of a tree that are alive، او انك تقول living parts، او انك تقول live parts. The result of the experiments will be extremely for medical research، نتائج التجربة دي ستكون ايه للبحث العلمي، اكيد هتكون valuable قيمة، ذات قيمة او ذات اهمية للبحث العلمي. countable معدود، reasonable مبرر او معقول، وavailable متاح. they are just characters، they are easily led by their manager. طيب كلمة strong يعني قوي، concrete يعني خرسانة ومعناها مجرد ومعناها ملموس، ولما نقول concrete evidence يبقى دليل ملموس. طيب cardboard اللي هو الورق المقوم، كلمة cardboard دي بتستخدم كصفة بمعنى سلي سخيف اهبل يعني. طبعا سان بيبر دي اللي هو ورق الصنفره اللي بنصنفر بيه العربيات والاشياء المصديه. طيب بيقول لك ان زي ار جاست اي كاركترز زي ار ايزي ليد، يعني المدير بتاعهم بيقودهم تعالوا يروحوا وكده يعني عادي الدنيا حلوه، يبقى كارد بورد كاركترز، وكارد بورد كاركترز معناها شخصيات سخيفه. ماي سان جوت فرايتند وين ذا دوج سادنلي جيف الاود، ابني شعر بالخوف لما الكلب فجاه اعطى نبحه عاليه. تعال نترجم الكلمات الاول، كلمه بريك الاولانيه دي معناها يكسر ومعناها راحه ومعناها ياخذ راحه. بارك الثانيه دي معناها ينبح، وطبعا عشان كده هناخدها الكلب ينبح. طب بارك الثالثه معناها حديقه، وبريك الاخيره فرامل. ذا دنتست مي ديسايد ذات، طبعا دي مي ديسايد المفروض مش ديسايدد، مي ديسايد ذات ذا ويزدم تيث، ان درس العقل يعني زي ما احنا بنقول كده نيد تو بي محتاج ان هو يخلع، يخلع يعني يشتق من الاسنان يبقى اكستراكتد. وعلى فكره كان ممكن نقول may need to be bullied اللي هي بي يو ال ال اي دي يقلع برضه. It has been a that at least 47,000 jobs were lost
last year، اكيد في كلمه last because of covid 19. بيقول لك ان حسابيا 47,000 وظيفه فقدت العام الماضي بسبب معرفش ايه كده. حسابيا ده بنقول عليها it has been calculated، يعني تم حساب انه، يبقى it has been calculated. count يعني عد، work out يعني يكتشف او يجد، و worked وطبعا work out معناها يحل، worked معناها عامله. it has been calculated يعني من المحسوب او حسابيا فانه 47,000 وظيفه فقدت. when the paint has not thoroughly you can apply the next coat، انت ممكن تحط الطبقه اللي بعد كده من الدهان بعد ما الطبقه الاولانيه تتصلب تجف يبقى hardened. It's not our tradition to see a man wearing a knot on his middle finger. حاجة غريبة انك انت تشوف راجل لابس ايه في اصبعه المتوسط، يبقى رينج اللي هو الحلق يعني الخاتم يعني. The doctor said that he had to be fed through a feeding ايه for several months. الدكتور قال لك ان المريض ده ما ينفعش ياكل، فهو لازم ياكل من خلال تيوب، من خلال انابيب لعدد من الشهور. This road is Asyut with Cairo. هذا الطريق بيوصل أسيوط بالقاهرة، يعني بيوصل حاجتين، جزئين، بلدين، جهازين، يبقى connected. The more، وممكن كنا نستخدم كلمة links. The more rain there is in a year، كل ما يكون مطر كثير في السنة. The road the tree rings are، كل ما المطر يكون كثير كل ما الحلقات تكون أوسع. طب المطر قليل الحلقات أضيق، يبقى هنا هنقول the wider. طب ما ينفعش نقول the wide، لأ. ليه؟ لأن القاعدة بتقول لك إن ذا مقارنة، الناحية التانية برضو ذا ومقارنة، لازم ذا مور ذا مور. The snow had narrowed the A of the road to single track. Single track يعني طريق واحد رايح أو جاي. إن بقول لك إن الجليد ضيق اتساع الطريق، ضيق الاتساع، يبقى the width of the road. The internet is a resource for students. الإنترنت ده مصدر من المصادر الـ A للطلاب، مصدر من المصادر القيمة للطلاب، يبقى valuable. Valuable resource معناها مصدر قيم أو ذات قيمة أو مصدر مهم. Not two trees is like blood to human. جسم الإنسان من الداخل فيه blood. طب الأشجار من الداخل فيها سائل كده اسمه إيه؟ اسمه ساب. وما تنساش إن كلمة ساب كفعل معناها يضعف أو يقلل من. ما تنساش إن إحنا خدنا كلمة سابلس معناها شجرة ميتة. طيب the math teacher asked the kids to out loud four from 1 to 10. المدرس بتاع الرياضة طلب من الطلبة إن هم يعدوا من 1 لـ10، يعد يعني count. طب لو أنت عايز يحسب يحسب يبقى calculate. I stopped my car at service station to have the A pressure checked. أنا أوقفت سيارتي في محطة صيانة سيارات عشان إيه اللي يتفحص؟ أكيد التاير. التاير بريجر اللي هو ضغط الهواء الموجود في كاوتش العربية. Corn is grown a lot in this area. The knot seems to suit it very well. الذرة بيزرع في هذا المكان، في هذه المنطقة. يبدو إن إيه هنا مناسبة للزراعة؟ التربة اللي هي soil. أمال إيه dust؟ ده التراب أو الغبار. رقص الصخور ومد الطين. He's bought يعني he has bought me a smart new camera to my old one. هو اشترى لي كاميرا ذكية علشان يعوض يستبدل يبدل يبقى to replace، عشان يبدل كاميرته القديمة. Just add the water and the juice and they will، حط انت بس المية والعصير على بعض وهم من نفسهم كده they will mix، يعني هم سوف يختلطون بعضهم البعض. امال ايه كلمة بور؟ بور دي صب، لما اقولك صب لي شوية شاي فبور me some tea. Fix يصلح وليك يسرب. The government sent the military to help save people from the، الحكومة أرسلت الجيش لكي ينقذ الناس من flood اللي هو الفيضان. طب ليه مش breath؟ breath التنفس أو النفس، weather waves اللي هي الأمواج، wind اللي هي الرياح. These chemicals have been found to cause serious environmental A. هذه المواد الكيميائية اكتشف أنها تسبب إيه؟ بيئي خطير، دمج طبعا. serious environmental damage يعني تلفا بيئيا خطيرا. The university hopes to knot its ties with the local community. الجامعة بتأمل أنها تقوي علاقاتها مع المجتمع المحلي. كلمة يقوي يبقى strengthen. طب ليه مش widen؟ widen يوسع، احنا بنقوي العلاقات مش بنوسع العلاقات. طيب 99. Our teacher asked us to all our pencils before the math test. مدرس الرياض مدرس طلب مننا ان احنا نعمل ايه في كل الاقلام الرصاص؟ نبر الاقلام، نحد من. هو كلمه حد يعني ايه؟ يعني شارب. طب يحد يبقى شاربن. كلمه يحد يعني يبريها. وايد واسع، طب وايدن يوسع. شورت قصير، شورتن يقصر. سترينثن جاي من سترونج، دي معناها يقوي. It's still early. Why don't you knot yourself another drink؟
ما زال اليوم مبكرا، لماذا لا تصب لنفسك كوباية كمان من المشروب؟ يبقى بور، بور يعني يسكب، مش يسكب لا يصب، بور سام ووتر، يصب المية في كوباية عشان نشربها. لكن كلمة يسكب دي اللي اسمها سبل الأولى، دي يسكب يعني كب المية على الأرض عن طريق الخطأ. أنت عامل فنجان قهوة ولسه بتقعد خبطته بإيدك قلبته، يبقى أنت كده سبل ذا كافي. طيب أنت بقى عملت القهوة والقهوة خلاص وصلت لدرجة الغليان فهتصبها في كوباية، دي اسمها بور. Could you not a list of any supplies we need؟ هل يمكنك أن تقوم بعمل قائمة بكل الأشياء التي نحتاجها؟ مع الليست بنقول make a list، make a list يعني يعد قائمة. It's always best to keep the food while you are cooking it. بيقول لك إنه من الضروري، من الأفضل دائما إنك تظل تتذوق الطعام while cooking، كل شوية تتذوق الطعام، تشوفه كده سكر ملح كده يعني. From time to time mobile phones need to be، من وقت لآخر الموبايلات محتاجة إن هي يحصل لها ريتشارج. خد بالك ريتشارج يعني ريتشارج يعني يشحن موبايل. تشينج يعني يغير، ريسايكل يعيد تصنيع، وريموف يعني يزيل. ذا نوت سايد افكتس اوف كيميكال فيرتلايزرز، الكيميكال فيرتلايزرز معناها المخصبات الكيميائيه، اصبحت معروفه لكل واحد. الايه الاثار الجانبيه؟ قال ايه؟ اكيد كونستراكتيف البناءه، ديستراكتيف يعني الهدامه او المدمره، اكيد المدمره، الاثار الجانبيه المدمره للمواد الكيميائيه. اتراكتيف يعني جذاب، وبروتكتيف يعني وقائي. ذا نوت اوف لافا is so intense that I can't stand. الايه بتاعت الحمم البركانيه مكثفه جدا، عشان كده انا مش عارف لا استطيع ان اتحملها. طبعا اللافا بتطلع لنا هي حراره. طب امال ايه؟ امال ايه حمله الرطوبه؟ فريزنج اللي هو التجميد او التجمد الثلج يعني، مويستشر دي معناها الندى، الرطوبه بتاعت الندى اللي بتنزل الصبح كده لما تلاقي ورقه شجر عليها نقط ميه، دي اسمها مويستشر، رطوبه المياه. Egypt has taken steps to reduce its reliance on the Nile water to crops. مصر اتخذت خطوات لكي تقلل من اعتمادها على مياه النيل لكي تعمل ايه في المحاصيل؟ هنعمل ايه في مياه النيل؟ هنروي المحاصيل، يبقى الريجيت. طيب we need a note to estimate how much our old house is worth. احنا محتاجين مين عشان يقدر لنا المنزل بتاعنا يستاهل كام؟ عايزين حد يجي يقول لنا البيت ده يعمل 3 مليون. مين بقى اسمه ايه ده؟ اسمه فاليور، ده معناها الراجل الذي يقوم بتثمين الاشياء، بيسموه المثمن. Protesters throw stones at police who with rubber bullets. المحتجين رموا البوليس بالحجارة، والبوليس طبعا responded يعني استجاب، رد فعله كان بالرابر بوليتس زي ما قلنا قبل كده، اللي هي القنابل الرصاصات المطاطية دي. valuable و invaluable، وده سؤال مخادع جدا. valuable يعني قيم، و invaluable دي معناها very much useful يعني قيم برضو، الاثنين دول synonyms. تخيل انت اكيد كنت عاملها antonym، انتبه لده عشان دي حاجة مهمة جدا جدا. valuable و invaluable الاثنين دول بنفس المعنى. امال عكس valuable؟ عكس valuable valueless. many elder people live in poverty، ناس كتير عايشة في الفقر. عكس كلمة poverty، poverty الفقر، يبقى عكسها ease، اصل ease دي اللي هي comfortable. طيب و richness الاثنين دول عكس كلمة فقر. Please complete the attached application form، من فضلك اكمل الاستمارة المرفقة. عكس كلمة attached، attached معناها مرفق، فعكسها separate منفصل، وعكسها detached منفصل. You deserve a reward for being so helpful، تستحق ان تأخذ جائزة على انك كنت متعاون. عكس كلمة reward، reward معناها جائزة او يكافئ، عكسها يعاقب، يبقى punishment عقوبة، وبنالتي برضو عقوبة. خلصنا الكلمات، ابدأ في اللي بعده.